أساس البحث العلمي والدراسات العليا رقم 649 بتاريخ 31/10/2022 الحكم على اللجنة بحث المعنون بدور الخطاب الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في تشكيل صورته الذهنية لدى الجمهور السوري. واجتمعت اللجنة يوم الاثنين بتاريخ 21/11/2020 وناقشت الطالب أحمد كناني بدرجة الدكتوراه في كلية الإعلام اختصاص إذاعة وتلفزيون وتقدير ممتاز وعلى دور الخطاب الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في تشكيل صورته الذهنية لدى الجمهور السوري. بهذا العنوان ناقش الطالب أحمد الكناني أطروحته الفريدة من نوعها بإشراف الدكتورة بارعة شقير عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق. العنوان هو يعتبر من الدراسات القليلة اللي واكبت التنظيم كونه لحداثة الموضوع خاصة في ظل الحرب الإرهابية اللي مرت على سوريا، كونه هو تنظيم محدث منذ العام 2014. صراحة سوريا هي يعني تعرضت لألم كبير من الأفعال والإجرامية إن صح التعبير من قبل التنظيم المتطرف. اعتمدنا بهذه الأطروحة أن يكون هي حقيقة رسالة واضحة إلى لمعرفة الدموية التي ارتكبها هذا التنظيم من آثار تخريبية على العقول والأجيال، بالإضافة للآثار، بالإضافة حتى الإساءة للديانات الأخرى، وأول هذه الديانات التي تم الإساءة إليه هو الدين الإسلامي حقيقة، كون هذا التنظيم لا يمثل الديانة الإسلامية ولا بأي شكل. وبالتالي كانت هذه الطروحة مركزة على الخطاب الإعلامي لتنظيم داعش وما تعرض له الجمهور السوري من الأضرار حقيقة نتيجة هذا التنظيم. الكناني استطاع نيل محبة أساتذته ودعمهم للأطروحة كونها تمحورت حول موضوع هام وفريد، ونيله درجة الدكتوراه بتقدير امتياز وعلامة قدرها 92%. رسالة دكتوراه تندرج ضمن المنجز الحضاري والفكري والعلمي لأبناء سوريا الذين لم تتوقف شعلة الإبداع لديهم.